إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول السياق المتعلق بسورة القمر فيما يتعلق بحقائق الإيمان والغيب. وكان كلام حول علاقة العبد بربه حينما يكون هذا العبد مخلصا لله جل وعلا، ولو كان فردا والأرض كلها على غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يلتفت إلى عبده ذاك ولو كان عبدا واحدا أو سلة قليلة، ما دام الوفاء والإخلاص أساس العلاقة بين العبد وربه. وقد أشرنا إلى شيء من القول في ذلك في قصة سلمان الفارسي ومن كان معهم، من كان هو معهم من بقية أهل الكتاب. إن الله في الحديث الذي ذكرناه قبل اطلع على أهل الأرض، إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب. وهذه البقية يعني رغم قلتها بل صاروا في آخر الأمر إلى يعني 5 4 3 2 1، ثم انقرض انقرض كل بصيص نور الذي كان موجودا على الأرض آنئذ. وجاءت البعثة النبوية بالنور العظيم تشرق على العالمين رحمة من الله جل وعلا. وكل ذلك لنا دروس وعبر، مفادها أن الله لا يتخلى على عبده ما دام مخلصا ولو كان واحدا، وإنما الشرط في ذلك صدق التوجه إلى الله جل وعلا. أخذنا ذلك كله من هذه القصة اللطيفة التي يحكيها الله جل وعلا عن الأنبياء الذين لم يفلحوا في استجلاب عدد كبير من الناس، ومن بينهم سيدنا نوح. يعني قصص أخرى موجودة كلوط وغيره، ولكن نحن الآن إذاء قصة نوح في هذا السياق من سورة القمر، وفيها إشارة لطيفة إلى هذا المعنى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، وقد بينا ما في هذا من الكلام على قدر الطاقة والاستطاعة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ونقف بحول الله جل وعلا مع هذه الآية وحدها فقط لما فيها من الدلالة العظيمة على ما نحن فيه مما ذكرنا قبل في الحصة السابقة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إلى آخر السياق، مما يدل على أن الجواب والاستجابة قد حلت فعلا، وأن دعاء نوح ربه قد استجيب. وأحببت قلت أن أقف مع هذه العبارات من هذه الآية، فدعا ربه أني مغلوب، أنا مغلوب وأنت الغالب سبحانك فانتصر. والتعبير القرآني دقيق جدا، فكان يمكن أن يقول فدعا الله جل وعلا أو رب العالمين، وهو في كل الأحوال كذلك، أو رب الناس، لكن قال ربه. مما يؤخذ من ذلك أن نوحا عليه السلام كان عبدا، كان عبدا لله، على غرار ما قال في غيره من الأنبياء
في أيوب وفي سليمان: نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب. فكانت العلاقة الإضافية بين المضاف والمضاف إليه فردية لا جماعية. فهو رب العالمين سبحانه، هو رب روح ورب كل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، رب العالمين. ولكن مع ذلك قال أرباه، لما كان يقع بقلب سيدنا نوح من العبدية، مما كان يتقلب فيه من مقامات العبدية ومنازلها في علاقته مع الله جل وعلا، يشعر بخضوعه لله، بتعبده بين يدي الله، بإخلاصه الكامل لله الواحد القهار، فكان عبدا لله. فهذا الخصوص من الإضافة في صيغة المفرد بين المضاف والمضاف إليه دل على هذا المعنى العظيم من إخلاص نوح لمولاه، لخالقه في سيره وعبادته لله الواحد القهار. ثم دل على المعنى الثاني، وهو أن الكفار ملأوا الأرض، ولم يكن من أهل الإيمان إلا نوح وسلة قليلة ممن اتبعه، وما آمن معه إلا قليل. فدعا ربه، فالأرض كلها ممتلئة كفرا وفجورا، والله جل وعلا مع عبده لا مع غيره، رب العالمين مع عبده ولو كان فردا. وهذا المعنى ليس خاصا بالأنبياء وحدهم فحسب، نعم هم المقدمة، لكنه عام، عام في كل عبد كان عبدا لله حقا إلى يوم القيامة، وفي أي زمان وفي أي مكان وفي كل الظروف والأحوال. كن عبدا لله يكون الله معك ويكون الله لك بإذن الله جل وعلا. والشيء اللطيف هو الدعاء، فدعا ربه، يعني نوح أمر بأن يبلغ الرسالة فبلغ، السنوات بل القرون الطوال، 1000 سنة إلا 50 كما تعلمون، واستفرغ كل طاقاته وكل جهده، ما من وسيلة أمر بها أو بينت له إلا جربها، ما من سبيل يمكن أن تصل إلى عقل الإنسان أو إلى قلبه إلا وسلكها، فاستفرغ طاقته وجهده ووصل إلى نتيجة، وهي أنه مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا شيء مهم، أي أنك حينما تستفرغ كل طاقاتك وكل جهدك فاعلم أن الله جل وعلا آنئذ سيتمم عملك في الخير، ولكن بشرط أسلك الطريق أولا، وابذل الجهد كاملا أولا، واستفرغ الوسع كله ابتداء. ما ينبغي أن يبخل الإنسان بطاقته بجهده، يفني الإنسان روحه ونفسه وبدنه في طاعة الله، فإذا صنع كان الله له وكان الله ناصره ونصيره. فحينما تشتكي إلى مولاك لأنك مغلوب، آنئذ سبحانه هو جل وعلا سيتدخل بإذن الله بقدرته وجلال سلطانه لصالحك، وتكون أنت آنئذ الغالب بإذن الله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وانتصر الله جل وعلا لدينه ولرسالته، وكان مكان مما تعلمون من إغراق الكفر جميعا وإنقاذ أهل الإيمان. والشيء العجيب في الأمر أن هذا التدخل الإلهي العظيم وهذا التدبير الرباني الكبير كان بأي شيء؟ بدعاء، بدعاء، فدعا.
ومن هاهنا نستخرج عظمة الدعاء وقيمة الدعاء حينما يصدر من قلب صادق، من قلب أفنى ما أفنى من طاقته ومن جهده في طاعة الله وعبادة الله والنصح لله ولرسوله وللمؤمنين، فيدعو ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء، يسمع بمعنى أنه يستجيب، يسمع سماعا حقيقيا نعم ويستجيب، فهو سبحانه وتعالى سميع الدعاء، مجيب قريب. والدعاء جمال، جمال العلاقة بين العبد وربه، فدعا ربه، هو ربك أنت، فما ينبغي وأنت تدعو ربك أن يغيب عن ذهنك أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى لا يسمعك أو لا يلتفت إليك. لا، هذه وساوس شيطانية، إنه كين بعض الأفكار أحيانا قد تحصل للإنسان فتيئسه من الاستجابة وتثبطه عن ممارسة الدعاء، وهي أفكار ووساوس شيطانية ينبغي أن تحارب، وسأبينها بحول الله جل وعلا على قدر الطاقة. الإنسان قد يخطر بباله وهي من إلقاءة الشيطان شيء ينافي حقيقة الربوبية ولا يليق بكمال الألوهية، يظن الإنسان يقول أنا واحد من الملايير من البشر وأنا أدعو ربي، يعني هل الله فعلا يعني يعلم بدعائي، يعلم باستغاثتي، يصله خبري؟ خطير هذا الإحساس. أولا من ناحية العقدية لا يجوز أن يعتقد المسلم شيئا من ذلك، لأن الله بكل شيء عليم. ما ينبغي أن نقيس علم الله على علم الإنسان، وسمع الله على سمع الإنسان، وقدرة الله على قدرة الإنسان، وهذا الشيء اللي كيحصل لنا بشكل شعوري أو لا شعوري. كنبداو نديروا القياس ونبداو نشبهوا رب العالمين بالقدرة ديالنا احنا، لأنه أنت إذا كتكلم مع واحد وجا واحد آخر كيكلمك كيتلف لك الكلام ويختلط عليك الخطاب بين اثنين أو أكثر. الأصوات كلها بكل اللغات وبكل وسائل التعبير المخلوقة في الكون لغات وإشارات، وما الله به عليم. كل شيء، الجبال، الأشجار، الأحجار، المياه، البحار، الفضاءات، السدم، الأدخنة، كل شيء، الغازات، كل شيء يسبح الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله جل وعلا كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أدق المخلوقات في الكون، في أدق ما يكون أو ما تكون الكينونة، في حاجة اللي تسمى موجودة، جزيئة الذرة الصغيرة التي ربما العقل لا يستطيع استحضارها ولو بالخيال، ما دام لها وجود، ما دام لها وجود فلها سبحاتها، لها أذكارها، لها مدارها في فلك عبادة ربها. إن رب العالمين يقول وإني شيء، هذا الاستغراق العموم الشامل لكل المعنى، إلا يسبح بحمده. وقطعا هذه الكائنات لغاتها، ألسنتها، وسائلها التعبيرية مختلفة ومن الكثرة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحصي كثرتها. النمل يتكلم، الطير يتكلم، كل شيء، كل شيء. منطق الطير، علمنا منطق الطير، قالت نملة يا أيها النمل يا جبال أوبي معه الطير، كل شيء. عقيدة الإسلام كما يبينها القرآن الكريم تعرض لك الكون، كل الكون كائنا حيا لا ميتا. مفهوم الجماد بالمعنى المادي للكلمة
يتلاشى تحت الآيات القرآنية، كيبقاش خدام مفهوم الجماد. ما معنى الجماد؟ هل الجماد من ليس له إحساس، من ليس له شعور؟ وأي شيء في الكون ليس له إحساس؟ أي شيء فينا هو. فلذلك إذن هذه الكائنات جميعا رب العالمين يبين أنه سبحانه يتلقى نداءاتها كل لحظة ويسمع سبحانه ويجيب، ولا يختلط عليه شيء بشيء، ولا يشغله شيء عن شيء، يجيب داعيا هناك ويغيث ملهوفا هناك من هذا الجنس البشري ومن هذا الجنس الحيواني ومن هذا الجنس البهمي ومن هذا الجنس النباتي في لحظة واحدة، ولا يختلط عليه شيء بشيء سبحانه وتعالى، وهو فوق اللحظات جميعا، فوق الزمان وفوق المكان. هذه الربوبية لا قدرة للعقل على استيعاب مثل هذا المعنى الكلي العظيم، لا قدرة للعقل البشري. هذا كيتسمى الرب سبحانه، لأنه إلا عندك القدرة تصور أنت القدرة ديال رب العالمين بعقلك، معناه أنك واحد في اثنين، إما أنك صرت ربا عندك أنت الشمولية وهذا قطع المستحيل، وإما أنك تصورت إلها غير الله جل وعلا، لأن عقل الإنسان نسبي، وإحاطتك بهذا المعنى معناه أنه هو ذلك المعنى نسبي غير صغير، لأن عقل ديالك جمعه والعقل ديالك صغير بشر. والله جل وعلا فوق كل شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. إذا المستحيل عقلا أن يحيط الإنسان بعلم الله وقدرته وعظمته وشؤون ربوبيته، وإنما نتلقى ذلك إيمانا وتسليما ويقينا. وهذا معنى كونه سبحانه وتعالى رب، هذا من معاني كونه ربا. وإلا شيء حاجة يمكن تحكم فيها أنا بعقلي، إذن لا تستحق أن أخضع لها عبدا، أنا ما كان أخضع غير اللي يقهرني، وهو سبحانه وتعالى القهار فوق عباده بعظمته وقدرته وخلقه وتدبيره وتمكنه من كل شيء سبحانه وتعالى، رب الكون رب العالمين. فلذلك كن على يقين أنك حينما تدعوه وأنت بين يديه عبد، شعور بالعبدية، فإنه يسمعك من بين ملايير 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 الكائنات، مش غير البشر، مش غير يخلعك بنادم راه كثير، لا زيد على بنادم، سائر الكائنات جميعا من الملائكة إلى الجنة، من الجن الملائكة وما بين هؤلاء وأولئك من المسافات والخلائق جميعا أرض السماوات يسمعوا. وما دمت صادقا في طلبك، عبدا في ندائك، فإن الله لا يردك. وإذا سألك عبادي، غير يتحققوا بالصفة، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي. كان ممكن تكون الآية هنا حدها، أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي، صحيح الآية ليست هكذا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن حيث المعنى يعني العام مقبول أن يقال، يعني في اللغة العامة ما كنتكلموش عن القرآن، أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي، طافي، يعني اللي طلب الله ربك يعطيه. لا، زاد واحد الجملة، ليست استطرابا، ليست حشوا، لا حشوا في القرآن، ولكنها بيان لمعنى خاص، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى كما هو عند الفقهاء الأصوليين. أجيب دعوة الداعي إذا مارس العبدية في دعائه، إذا كان لي عبد أي دعا، فدعا ربه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أنا موحدا مخلصا وكان واعيا حاضرا في دعائه، خاشعا يشعر بالحاجة واللوعة والاضطرار إلى مولاه. وهذا دعاء، ما معنى دعاء؟ سأل
استغاث، ابتهل، نادى ربه يسأل حاجته. والمحتاج إنما يكون محتاجا حينما يشعر باللوعة، عنده حرقة في قلبه في نفسه فيما يريد وفيما يطلب من حاجة. ولذلك أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بكلمة لطيفة هي من جوامع كلمه، قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. العبادة بما هي ذلة بين يدي الله، خضوع. ولا يكون الدعاء دعاء حقيقيا إلا إذا كان خضوعا بين يدي الله جل وعلا، تذللا بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد على هذه الشاكلة يدعو ربه، فهو إذن قد اعترف لله بكمال ربوبيته وبجلال ألوهيته سبحانه وتعالى، وحقق ذلك المعنى الذي من أجله خلق الإنسان، أن يكون عبدا، أن يكون عبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويكون الإنسان قد وضع نفسه في مكانه الطبيعي الذي ينبغي أن يوضع فيه، وهو فلك العبادة. الله جل وعلا خلق كل شيء ووضعه في فلكه، كما أن الشمس في فلك، والقمر في فلك، والأرض في فلك، وسائر المجرات، سائر النجوم، سائر الكواكب، كل شيء يدور بفلك العبادة لله الواحد القهار. الإنسان أيضا خلق ليدور بفلك العبادة لله الواحد القهار، عبر محطات الأوقات من الصلوات وغير ذلك من الأعمال التي شرعت له وارتبطت بفلك فعلا، من صيام وزكاة وحج وغير ذلك، وإقبال على الله فعلا وتركا، فعلا للخيرات وترك للمنكرات. فأنت سائر عبر فلك العمر إلى الله سبحانه وتعالى. حينما تدخل في هذا المعنى، فكلما رفعت يديك إلى الله داعيا سائلا مبتهلا، فاعلم أنه لك آنئذ، في تلك اللحظة هو لك رب، هو رب لنا جميعا على كل حال. ولكن أن يكون الله لك ربا بهذا المعنى الذي نتحدث عنه، بمعنى أنك أنت تجد ذلك في قلبك، كالذوق أنه لك رب وتشعر به وتجده، ولذلك تكون له عبدا. فتكون هنالك إذن علاقة خاصة بينك وبين الله، وهذه النتيجة اللطيفة التي يسجلها لنا هذا التعبير القرآني العجيب: فدعا ربه، كأنه ربه ودياله، ما ديال حد آخر سبحانه وتعالى. يعني هذا ظاهر الكلام، ولكن يعني المقصد هو ما نتحدث عنه. يعني تنشأ علاقة خاصة بينك أنت، ما تحقرش راسك، أنا ربي ما خلقك إلا لهذه المهمة ولترتقي إلى هذه المنزلة، ما خلقك عبثا، لتكون لك علاقة خاصة بينك وبين الله، تدعوه ويسمعك سبحانه، وتألف الملائكة نداءك بما تتفتح له أبواب السماوات من حين لآخر كلما دعوت. وهذه هي فعلا المرتبة التي تحدث عنها الصديقون، الولاية التي يعني صورها كثير من الناس على غير صورتها الحقيقية، وأعطوها صورة يعني قد لا تتحقق في الأرض، بينما هي مسلك واضح وبسيط وسهل لمن سهله الله عليه، وإنما شرطه الصدق في السير إلى الله جل وعلا. الصدق وإفناء العمر في سير العبد إلى مولاه. فإذا هذا المعنى العظيم وهذه الخصوصية التي تنشأ بين العبد وربه تنتج عن الرضا
الذي يحصل لك بالله ربا. فدعا ربه، يعني لابد أن يكون قد حصل الإنسان رضا بالله، من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا. هذا الرضا استسلام، أي أسلمت أمرك كله لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وترضى بكل ما ينزل من الله من قضاء وقدر وتشريع، لا تستدرك على مولاك بشيء من أمر الحلال والحرام والأحكام، تستجيب لأمر الله ولرسوله إذا دعاك لما يحييك من أمر العقيدة وأمر الشريعة وأمور القضاء والقدر. العبد يتقلب في مراتب العبودية، كيما بغاك مولاك كيلقاك سبحانه وتعالى، وأنت تحب أن تكون على وضع الرضا من الله على كل حال. شيء جميل جدا هذا العبد. إن ابتلاك بالخير شكرت، وإن ابتلاك بغيره صبرت، إن كان الحكم إباحة تناولت، إن كان الحكم حظرا ومنعا امتنعت، إن كان وجوبا بادرت. إذن أنت تستجيب، يعني قال لك أجي كتجي، قال لك وقف كتوقف. هذه العبدية، هذا العبد. لا يتحرك العبد إلا بإذن سيده، لا يتحرك العبد ولا يخطو خطوة إلا بإذن سيده، بما يشعر، أعني العبد بما يشعر من تسليم الأمر لله الواحد القهار. هذا الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلذلك حينما يرضى العبد بربه تشعر بالمحبة، تحصل المحبة، ويلقي الله عليك محبة منه سبحانه. وتذوق فعلا ما معنى الإيمان، كيف يبقاش الإيمان كلمة تقال والسلام، وجمل تحفظ هكذا استظهارا بلا ذوق ولا إحساس ولا معنى. فهذا الإيمان الذي يجده العبد المؤمن ويذوق حلاوته كما في الحديث حينما يرضى بالله ربا، إنما منشأ هذه المحبة التي يلقيها الله جل وعلا على قلب العبد بما سلم وبما رضي وبما استسلم. فأنا إذن يشعر بالأنس، هذا الشيء اللطيف، يشعر بالأنس كلما دعا. يعني سبحان الله العظيم، حينما تضيق عليك الأرض أو بك بما رحبت، حينما تضيق عليك الأرض بما رحبت وتنسد أمامك السبل كلها، تشعر بأنه يعني لا أمل لك في النجاة من أمر ما أو في الخروج من ضيق ما، وتلجأ إلى مولاك ساجدا داعيا متذللا، تشعر كأنما الدنيا كلها قد حيزت لك بحذافيرها، حنا تعطلك الدنيا كلها. لما؟ لأنك آنئذ تفتح لك أبواب السماء وترى ذلك وتجده بدعائك. فدعا ربه، تدعو ربك، وربك من هو؟ الغني سبحانه، القهار سبحانه، الجبار سبحانه. يعني لتكن مشكلتك ما كانت الأسماء الحسنى شاملة للكون كله. إن كانت الضائقة فقرا فربك هو الغني، إن كانت الضائقة خوفا وظلما وقع عليك فربك هو الجبار القهار، وإن كانت داء أو مرضا فربك هو الشافي. ما شئت، الأسماء الحسنى جامعة لكل فضل ولكل نور، هي الحسنى. وتلك أسماء لله، تلك أسماء لله وصفات لله سبحانه بما هو رب العالمين. فأنت فقير فقير فقير، ولكن لما تشعر بأنك عبد الغني أنت غني غني، أنت مغلوب ضعيف، لكن لما تكون عبد القهار أنت منتصر. فلذلك ينشرح القلب
ويأنس الوجدان، ويذوق العبد حلاوة العبادة وجمال الدعاء، وفعلا تنفتح عليك أبواب البركات، ويخرجك الله جل وعلا من ضيقك ومن حرجك إلى سعة الإيمان. والقرآن في هذا واضح قاطع الدلالة بين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا المعنى متردد في القرآن في غير ما موطن، وهو في السنة كذلك كثير كثير كثير. والشرط إنما هو واحد، أن تكون عبدا فدعا ربه، كله عبدا يكون لك ربا. وإذا سألك عبادي، وستجد حلاوة الدعاء، وتجد جماله، وتجد التواصل حاصلا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أنت تتكلم وهو يسمع كلامك، وتشعر أنه يسمع كلامك ويجيب، وتجد حلاوة الاستجابة حينا في تلك اللحظة، توجد حلاوة الدعاء في قلبك، وتشعر أن الله تعالى قد سمع منك وقد قبل منك، وسترى كيف يتجلى الجواب. بعد ذلك تبقى غير تسنى كيف سيخرج هذا الجواب، وترى. فلا ينبغي للمؤمن أن يستهين بمخ العبادة، برأس العبادة الدعاء، بما هو علاقة لطيفة بين العبد وربه. ولا ينبغي للمؤمن إن كان مؤمنا حقا أن يكون جاهلا بالله، ويظن بأنه حينما يدعو ربه لا يسمعه أو يغفل عنه. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولو كنت فردا، ولو كنت واحدا مستضعفا في ظلمات من فوقها ظلمات، فالله جل وعلا يسمع دعاءك كما سمع دعاء عبده يونس وهو تحت ظلمات من فوقها ظلمات، في قعر الحوت في قعر البحر، فسمع الله جل وعلا دعاءه ونجاه من الغم. قال وكذلك ننجي المؤمنين، يعني الآية تدل على الاستمرار، مش غير ديال يونس عليه السلام، هي لكل مؤمن. وكذلك ننجي المؤمنين أي إلى يوم القيامة وبكل أصنافهم ما داموا مؤمنين. بل إن من أهل العلم من قال إن المضطر إذا دعا ربه يستجاب له ولو كان كافرا، لأن الله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لأن الإنسان فعلا حينما يكون في حالة الضرورة يكون مخلصا، هو مشرك كافر، ولكن في ذلك اللحظة اللي ضاقت عليه الأمور ما كيبقى له قدامه غير رب الكون. فلو يعني رغم أنه جاهل بالله ولا يعلم عنه شيئا، فيستجيب لذلك المعنى الذي هو معنى الربوبية بإطلاق، بدعوة خالصة في تلك اللحظة، والله جل وعلا يجيبه لما دعا في تلك اللحظة. فتكون الدعوة إما إنقاذا له من الكفر إلى الإيمان، أو حجة لله عليه يوم القيامة، دعوت فاستجبت لك مع ذلك لم تؤمن بي. أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فما بالك بالمؤمنين. ولا يلبس عليك الشيطان، كاين واحد لبسه كيجيك يقول لك شيطاني وأنا عامر بالذنوب وأنا مخسر بالمنكرات، ربي ما يستجيب ليش. أبدا، بالعكس، أنت حينما تؤوب إلى الله تائبا وتأتي إلى مولاك مثقلا بالخطايا، ظهرك معمر بالذنوب، وتركع بين يديه، تسجد بين يديه، فأنت آنئذ محبوب مقبول. المصيبة هو أن الإنسان يدعو ولا يقلع، ولما يقلع عن الخطيئة، يعني كي يمارس الجريمة ويدعو ربه، هذه يسخر بربه ويسخر من مولاه، فالله يسخر منه. ولكن انت جاي نادم، كن على يقين ان ابواب الرحمه قد فتحت، ودعاء سيد الاستغفار واضح في هذا الامر، نص فيه
وسيد الاستغفار كما في الحديث الذي تعلمون أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ما صنعت خيرا إنما صنعت شرا، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كمال التوحيد. ولا ينصرف العبد من دعائه هذا بإذن الله إلا مغفورا مرحوما مفتوحا له الأبواب، أبواب الخير وأبواب السماوات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.